صباح الخير صغاري، كيف حالكم؟ أرجو أنكم بخير وبصحة جيدة. مرحبا في درس جديد في مادة الإملاء. لدينا جمل سنشتغل عليها، أتمنى أن تستعدوا لذلك. قبل كل شيء هيا بنا نقرأ هذه الجمل. إذن تابعوا معي. عثمان فلاح مجد، يستيقظ كل صباح باكرا، يتناول فطوره أو يتناول فطوره ثم يذهب للعمل في حقله. إذا نعرف بأن النص أو عرفنا بأن النص الآن يتحدث عن شخص اسمه عثمان، وأنه فلاح مجد، يعني يخلص في عمله ويواظب عليه. كيف عرفنا ذلك؟ أنه يستيقظ كل صباح باكرا، لا يتأخر عن عمله أبدا. ماذا يفعل بعد أن يستيقظ؟ يتناول وجبة الفطور، لأن وجبة الفطور وجبة ضرورية طبعا. ثم ماذا يفعل؟ يذهب للعمل. أين يذهب للعمل؟ في حقله. سأعيد القراءة مرة أخرى، انتبهوا معي للكلمات، طبعا تنتبهون لكل كلمة على حدة. عثمان فلاح مجد، يستيقظ كل صباح باكرا، يتناول فطوره ثم يذهب للعمل في حقله. إذا صغاري خذوا الدفتر أو خذوا اللوحة إن شئتم، وسأقوم بإملاء الجمل. أرجو أنكم تتابعون معي. هيا بنا نبدأ. أول جملة: عثمان فلاح مجد. عثمان فلاح مجد، طبعا فصل. الجملة الموالية: يستيقظ كل صباح باكرا. يستيقظ كل صباح باكرا، نقطة. الجملة الأخرى: يتناول فطوره. يتناول فطوره، نقطة. آخر جملة طبعا: ثم يذهب للعمل في حقله. ثم يذهب للعمل في حقله. أرجو أنكم لم تخطئوا، حاولوا أن تصححوا الجمل، كل جملة لوحدها، وأتمنى لكم التوفيق، وتأكدوا أنني اشتقت إليكم كثيرا صغاري الأعزاء. إلى اللقاء.